الثلاسيميا الصحي الحالي في العراق لا يرقى للمستوى المطلوب. بالعكس، الوضع الثلاسيميا الحالي بالمستشفيات وضع متردي لفترات وسنوات طويلة، والمرضى يعانون من شحة العلاج ونقص في الأدوية الضرورية لمرضى الثلاسيميا. إضافة نقاط أخرى اللي هي النقاط التطويرية اللي حالياً في الوسط والجنوب بعيدين كل البعد عنها. تحاليل بالنسبة لتطابق الأنسجة اللي هو جداً ضروري، كل مريض ثلاسيميا اللي صار 3 سنوات أو أكثر لا يتوفر التحليل بالمستشفيات الحكومية. مركز لزرع نخاع العظم من 2014 تم الاتفاق وتم تحديد مبلغ لفتح مركز زرع نخاع العظم، ولحد الآن لم يرى النور. هذه كلها حقيقة يعني نقاط أنا أحكيها من واقع عملي كطبيبة وأخصائي في مجال الثلاسيميا. هاي كلها الأمور حاليا ما موجودة. اليوم احنا وقفتنا هنا مرضى ثلاسيميا العراق، يعني تعبنا من المناشدات والهواي، يعني رحنا وبتظاهرنا ووقفنا باب الوزارة ووعدونا بهواي أشياء، يعني راح يوفرونا العلاج، والعلاج منذ أكثر من سنتين ولم يتوفر، وده يأثر علينا ويسبب لنا أمراض أخرى، وهي من عجز القلب وتضخم يعني بالقلب، وكثير أعراض تطلع عنا مثل السكر وغيرها. جاي نموت يعني بسبب ألم يعني الموت البطيء، جاي نموت بسبب الألم والمعاناة كلش كبيرة. شحة بالعلاجات، شحة بالأجهزة، شحة بالتحاليل، يعني كل شيء ما متوفر. الصحة كلش رديئة بالنسبة لمرضى ثلاسيميا. اللي يقول لا تطلعون تتظاهرون، زين انا شلون ما اطلع الظهر وانا صار لي 4 سنوات علاجي مقطوع وجاي يعني علاجات ما جايه تتوفر بالبلد ماكو، واذا برا بالخارج غاليه. اما في وقت سابق كانت متوفره واصلا نتركها بالمستشفيات مو بحكوماتهم اللي كل شيء ما شفنا من عندها. فشلون انا ما احكي وما اطلع للتحرير؟ انا بالتحرير وما اعوف التحرير لحد ما اخذ حقي.